قال رحمه الله: كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. أحسن. نعم، بالمآثر ون وحن وكن، هذه كلها من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية. ليس الفتى من قال قد كان أبي، بل الفتى من قال ها أنا ذا. إسلامك ودينك الله يحاسبك عليه، ما يحاسبك ما كان عليها آبائك وأجدادك. إن من آل فلان وإن من آل فلان، وحنا من آل البيت، وحنا آل البيت كلنا عيال أنبياء، حنا أبونا آدم نبي، كلنا عيال نبي، لكن يتفاخرون بعضهم. والله ما يزيدك ولا يرفعك، لا حسب ولا نسب، إنما التقوى. لا شك أن ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل حسب ونسب ينقطع، وذكر ذلك بالاتصال في أهل التقوى. وأما من كانوا من النسب وخالفوا الجادة فهذا لا حجة عليهم وبلهم. نعم. المسألة 87، الفخر بالأحساب. والمسألة 88، الطعن في الأنساب. الأحساب محسوبية، عيال تجار، عيال أمير، قد يكون أمير لكن ما له نسب، لكن وظيفة. فالأحساب من جهة الوظائف والمهام، تجار، مسؤولين كذا، أو هذا من جهة الحسب فيفتخر بحسبه، أو النسب من جهة السلالة. فالنسب الناس احفظت أنسابها، وفي ناس ما احفظت أنسابها، لكن كلنا عيال آدم. وماذا قال الله عز وجل؟ جعلناكم إيش؟ شعوبا. فالشعوبية يعني أهل البلدان اللي مسكوا على أسامي بلدينهم، هذا جزائري، هذا مغربي، هذا في بلدنا مثلا، هذا جنوبي، هذا شمالي، هذا قصيمي، هذا نجدي، هذا. هذه من جهة الشعوب بلدانها. أما من جهة القبائل، هذا قحطاني، هذا عدناني، هؤلاء تحافظوا الاسم، ليس أولئك ما لهم أسماء. لا لا، لا تفخر بهذا، كلنا أبناء آدم. نعم، كلنا من تراب. وبيأتي أيضا في ذكر حتى الأحساب وحتى المحسوبيات هذه، الناس صارت تفاخر، حنا حضر وأنتوا بدو، حنا صناعنا كذا، أنتوا صناع، وهذا الله قبائل، هذا الله 110، هذا الله 120، هذا خضيري، هذا حضري، هذا بدوي، هذا قروي، لأن صارت مناطقية قبائلية وأشياء انتماءات، لا لغير لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها تحت إيش؟ تحت قدمي. لا ترفع رأسك إنك من آل فلان، ولا أنكم حافظين جدانك أساميكم، أنت لو قلنا لك عد اسمك ما عديت خامس جد.